ان احنا ننتقد اللي خرج عن موروثاتنا وتقاليدنا وذوقنا. ابدا، احنا بنشغل نفسينا، علينا ان نقدم البديل. بتهوي استاذ، البديل عن شاكوش، البديل عن كل اللي انت سمعه بيأذي ودنك. الجمهور مشترك في هذه الجريمة يا أساتذة، الجمهور مشترك في الجريمة. لما حد يعمل لي فيلم ويطلع في التلفزيون ويقول لك أنا جبت 100 مليون، أنت دفعت ثمن تذكرة، أنت حطيت في جيبه 100 مليون، إزاي تقنع الراجل ده ما يعملش الفيلم التافه ده تاني؟ يقول لك لا أنا جربته ونجح. ما الناس إيه؟ ده جاب 100 مليون. وإحنا بنغلط غلطة نقول فلان ده مبوظ السينما، ونكلمه نقول له اعمل افلام كويسه. ازاي من طالب واحد فاقد الشيء لا يعطيه؟ هو ما يعرفش يعمل غير ده. بس الدوله ومؤسساتها وجمهورها عليه ان يدفع بالجيد، يدفع ويدعمه. يعني حضرتك عايز تقول ان النقابه بدل ما توقف فلان الفلاني بدون ذكر اسماء شاكوش والجماعه دول ومحمد رمضان وسينما محمد رمضان و لا شيبه فنان، يدفعوا بمن هم يعني يستحقوا ال 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 بس ازاي بقى؟ لازم يبقى في آلية. احنا عندنا فنانين عظماء قاعدين في بيوتهم، عندنا فنانين عظماء قاعدين في بيوتهم. طيب انا اللي لازم اروح لهم، انا لازم اجيبهم، ولازم يستمروا. مفيش حاجه اسمها الشباب، انا اول مره اسمع في العالم كله مسرح شبابي، سينما شبابيه، اغنيه شبابيه، مفيش الكلام ده. طب سينما نظيفه، مسرح وسينما نظيفه، مفيش الكلام ده. احنا شفنا افلام ابيض واسود فيها عري وفيها بتقدم العاهره، بس مش بس لا انا بتكلم على زمان بالافلام، ما هياش فجه، لا انت بتشوفها شيء طبيعي جدا وما بتجرحكش، بس انت بتطلع من فيلم كاره هذه العاهرة. لما قدم البلطجي والعاهرة في السينما المصرية على ان المرأة المصرية يا اما عاهرة يا تاجرة مخدرات يا مدمنة يا منحلة، يبقى احنا بنهين مصر كلها، لان مش ما هياش الحقيقة.